سعداتي بك، فرح الله البنات الضايلات مع الراحة والسياحة. صباح الخير البنات الميمات العزيزين على قلبنا، المشاهدين ديالنا العزيزين كاملين. ان شاء الله تكونوا صبحتوا بخير على خير، تكون صحيحتكم مزيانه. كيف نتوما؟ كيف عاملين مع الصحه؟ بقى كتدخل لكم شي بروده ولا باقين؟ حنا صراحه ضلوا ولا وليله نغطيو دابا بالملايات، صافي جا البرد. المهم ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير على خير، مرحبا بكم في نهار جديد. يلا في قرب النعاس، صراحه صبحنا ناعسين الصباح معاكم عارفين الحد، يعني ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، والدراري مازال ما بداوش المدرسه، يعني ما كاين حتى شي حاجه. اصلا محمد قلنا النهار يعني قلنا غير تاحوا، غير خذوا راحتكم، غير نعسوا. انا اللي غنتكلم داكشي علاش البارتونات انا قبيله، هو هو كيقرقف في ديك الكوزينه، ما عرفتش علم الله شنو كيقلد تما، علم الله شنو كيصغب لنا تما. قال لك هو سيدي خص، هو اللي بغى هاد النهار كامل احنا نرتاحوا، هو اللي كيصاوب لنا كلشي، احنا غنشوفوا شنو غيصغب لنا. صباح الخير ويلي ويلي ويلي، شنو كتعمل؟ صباح البغل ويلي ويلي ويلي، شنو عمل عروينة هادي؟ صاوب لنا البغرش، البغرينا مالك يا حبيبي؟ كل بغريره واش خاطر تطيب بعدا يا زوين؟ علاش ما خاطرش تطيب؟ اول مره صوب بغرير، اول مره. شرينا هذه المقله البارح، انا نوري المقله ها هي زوينه. شرينا هذه المقله البارح صراحه الله، وقلنا غندشنوها هذه غير صغيره، محمد غير ومحمد دشنا لنا نشوف شويه شويه صح. اوكي صبحت بعدا مزيان، كنت بكري شنو درتي تعمل؟ صافي بركه هي درتو بلاك. شنو تدعم؟ البغرير ان شاء الله باذن الله غنصايب لهم الغداء غادي نخيرهم ما بين جوج حوايج. بعدا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على التحفيزات ديالكم، وشكرا على التشجيعات ديالكم اللي خطيكم الله يحفظكم، والتعاليق الرائعه والحب العظيم ديالكم الحمد لله. غادي نخيرهم ان شاء الله باذن الله ما بين جوج الغداوات، يا اما الطاجين بالدجاج يا اما الحمص. نعم كنكلش الدجاج، حقو طريقو بما ان غزلان ما كيعجبهاش الدجاج، اذا الحمص هو اللي مرشح للغدا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله وان شاء الله يا ربي الكوزينه غنعاودوها كامله كما كتشوفوا هذا المسامر، حيت هاد الدار كان ديجا يعني كانوا شي ناس فيها. شوفوا كي داير كامله محفوره، شي اصلاح على حقو طريقو، خصنا غير نسالو ان شاء الله. قرطس ايوا، نشوفوا هاد البغرير الزين اللي كيدير محمد. هي ما عرفنا شنو، واش بغري واش هي مرير، ها انت كل وحده كي جايه. فين هو اتاي؟ اتاي فين هو؟ اتاي مات، شنو اتاي؟ اتاي عايشه؟ لا الثانيه الاولى، الثانيه اللي مراها فيها اتاي. ثانيه السكر الله عم برأس صبران ولا قطلق تاني عسل قولي الطاج تاني. يا بسم الله على بركة الله، فطر دراوش هذا غير فطر دراوش. محمد صابنا فطور الصباح هذا، لا اله الا الله. المهم انا اللي كملت على هذا، انا اللي كملت عليه. يا هو هذاك الطبسيل الفرق، الفرق كبير. شو هذا غزال تبارك الله، هذا رحيم وطاب هو عم نفسه. المهم هو هذا الكبد اللي مشي لي قال، المهم شي مشكل هو انه عمل اللمسه ديالو صافي. هادشي اللي كاين غادي يحسب لك، راه دابا الناس راه غير ناينوتو خلطتو داكشي، راه شي حاجه بزاف ديال الناس غالطين، راه غادي راه ولد حبه وغادي يكتب الله في ظهره ونطي راسه. راه كاين زعما كاين زعما انا صلاح نكون شاف كويس مني على حقي وطريقي. وانا ماشي هنا اي حاجه نطيبها لكم. انا كنت خدام وكانوا معايا واحد الخمسه ديال الناس، انا كنت هو الشيف ديالهم، وكانوا كيراقبوني كيقولوا لي نديروا ندير اللي بغيتو غير طيب لنا الشيف محمد، وكنت كنطيب ليهم حيت كيطلع طيب على حق وطريق. يلاه يلاه صحتكم وراحتكم. حزنانة مسكينة يا عيينة اخي عيينة حالة ديالنا الساق، حالة ديالنا خرجنا باش نشري فرحانه. عنده وحده البلاستيك وحده القصدير، مازال خصك شي وحده الالومنيوم. انا نمشي نفرشك حتى للدار ونفرشك فرحانه بيا هدف يا محمد عمل فيها دد الشنطه هو ضروري نقصات بصمه الصحه والراحه.
صليت عليهم نتوما شويه بيخرجوا لل شويه يعنقوا الصار لل يا لا لوان ما عارفينش انتما شو الزيونات ديالي تبارك الله ما شاء الله ديما الحداقه والتاوي العيد عليها قلت لها خليني نعجن عافاكم كتبوا ليها في التعاليق ما ديرش شغال بزاف ما ديرش شغال بزاف راه هادشي كيأثر كاينه ولا لا يلا كتبوا لينا العيالات اللي مجربين ها لا والله العلي العظيم الا قلت لها راه نعجن قالت لي لا قالت لي خليني انا نعجن هادو في تعباين تيقول لي راه نفرك 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 بزاف هذا هو المشكل انا نفرك بزاف وهاد شويه عليا تقيل يعني ماشي كان بحالكم نتوما عيانه طق 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 فر في البلاصه هو ضروري حتى شحال من فين هو راك معاكم المهم باش هنايا صراحه باش نقبل كيعجبني صراحه الشهر دابا انا دايره سمعيه واقفه يا نفخو لي بزاف داكشي علاش ما كنقدرش نوقف عليه بزاف نفخو لي بقوه الماكله ولات كناكل بزاف ولات كناكل بزاف غير زلال ما عمرني شفت انا بهذا الحجم وهذا الكميه ديال الماكله ولات تبارك الله قلت للروح انا ناكل عاتي انا راه كناكل ها الكريشه ها الكريشه خليها لنا بركه ولكن هي لا هذا باقي ما وصلش باقي ما وصلش كاش كتقول عشاء وزيد معاه 12 وقت الشروج ايوا الحمد لله الله يدوم نعمه يا رب العالمين يلا على بركه الله بزاف باش نعمل في الثلاجه حتى الشعيره صراحه كلنا راه كنجنوا الخبز الزنقه راه معاه في المكان كل شيء جبنا الزرع معانا من البلاد كل شيء معانا كل شيء ضروري البلدي ضروري البلدي هذاك برا غير الفرش وكيضرنا في المصراب وكذلك كيضر ما عندنا الفراد الحمد لله عندنا كلشي كنعجنوا عليه باقي ما عندنا غنقرص على الطبله مثلا ما عندناش شي طبله هكا نخرج على شي طبيله هكا الخبز ولا شي وصله وصله قلبت عليه من بعد ما جبرت مشي الوصله دابا قلبوا عليه الشط كاع خاصك عندنا واحد الفراد ندعوها قريب علينا نخرج على غندير له الخبز صافي الا بغيت نديوها نديو دابا والله لا دابا كيخصو بكري يعني لا عندي شي ما نديها شي وصله وصله طويله باش كي اللي كيصاوب بعدا نصاوبوها النجره ولا كاين شي وقيله تبعيت ما قادر دابا يلا نطلقوا تنجيبوا الوصله نطلق ايوا انتم شوفوا الشرفه ديالنا عينه عليها ارتاح مع راسه جلس ما بغاتش شديتني في هذه ان شاء الله قريب نجيبوا شي ماكينه اوتوماتيك اوتوماتيك توت اوبسيون اسانس ماشي مشكل قريب ناخذوها ان شاء الله شي حاجه اوتوماتيك الى سخر معايا الكريم نتهنى ان شاء الله لا اصلا الصابون في المدينه باليد ما يحلاش يعني خصك تمشي للبلاد ولا في شي واد ولا في شي واد اه ويكون ما موجود ما كاين لا خبر شن لا اتساع وكل شيء ايوا ماشي مشكل تبارك الله عليك وصافي المهم الحداقه ما يتسالكش اصلا حنا لو مسخينش هنا البلاد ما كيتوسخوا هنايا عارفه غير انا المدينه داخل انا المدينه عاوتاني كاين لا غبره لا حتى شي حاجه انا المدينه اوكي ما قلت لكم محمد قادنا غي طيب لنا الغداء على بركه الله ان شاء الله غنطيبوا الحمص حمص صراحة زال هذا ديال الاب ديال غزلان اللي خطاه البلدي راه كيبيعو اللي بغاه مرحبا الف مرحبا ان شاء الله كيعملو صافي كيعمل بزاف كيبيعو هكا في السواق وفي كل شيء اللي بغا شي حاجه مرحبا والف مرحبا الحمص ان شاء الله بالنسبه للتشرميله دابا نديرو لكم واحد الطريقه كيفاش الحمص كيطيب دغيا والتشرميله ديالو العجيبه الطريقه ديال الكنتينه كل واحد سبحان الله انا هيك طريقتي كنعملو التسلاق وعاد كندير الشرموله على ولكن هذا كيطيب اصلا كيطيب دغيا تبارك الله البلدي وزال تبارك الله صافي بالنسبه للشرموله راه باين تقريبا كلكم كتعرفوا يعني مطيشه شنو عملت لنا لا بلاتي شنو عملت لنا هنا مطيشه البصله كذلك عاوتاني الربيع شويه ديال الثومه وشويه ديال العطريه وشويه ديال الزويته بلديه غتعمل الماء هيا كويس ديال الماء باش ما تنسقش ونخليو الشرموله تشحر مزيان على حقها علاش محمد باغي تخلي الشرموله تشحر تشحر داش فاش كنلوح ليها الحمص دغيا كيذاب
يجي يلحقوا طريقه. اول مره سمعت بحال هادي صراحه. انا فاش كنت بوحدي كنت خدام بوحدي شنو كنت كندير معاها؟ كندير معاها شي ديال القديد ضروري القديد. انا ما عندناش وصافي. وبطاطا بطاطا كنقطعها طريفه صغيره صافي الزو كيجي زوين. اي بطاطا انا مبلي فيها كنديرها مع اللوبيا كنديرها مع العدس كنديرها مع كلشي. عرفتي الدراري كان كحمق عليهم الوالده وقلنا ما تعمل لناش النهار لا حيت هما داخلوا لا ديرها لكم ديرها لكم انا كرهاش صافي غنصايبها لكم باش يجي مزيان كما قلت لكم. انتم الحمص ديال النسيب الاب ديال غزال. غزال ما شاء الله تبارك الله على حقه طريق بلدي هو اللي هو اللي كيزرعوه وكيسهر عليه وكيدير له كلشي اللي بغاه. مرحبا هذه هي النمره توصلوا معنا. القطنيه كلها الفول الجلبانه كل ما هو جديد العشاق الطبيعه والبيو. مرحبا مرحبا رجعوا معكم بناتي على ما يتقلع. هاي 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 اختي سعداتي بك صراحه. الله البنات والله مع الراحه والسياحه بيتزا تبارك الله ما شاء الله. يا سلام من انا اللي قرصتها غير حماها حيت خفت يعوجاري. النواره ديالك انا هو النواره ديالك وصراحة الله عاونتني على النار والله. المهم باقي شحال باقي لك تما؟ شوفوا هذوك كلاو وخلاو تما داكشي. يلا على بركة الله برافو على بركة الله. انت تمشي سيرو تقبع بفرشيطة. أقولي شنو يطلب الفرشيطة وديرها تما. ايوا هو الحميمص ديالنا وجد واخا بقى فيه شويه ديال المرقة ولكن ما شاء الله. شوفوا عصير جاشي هادشي مزال واش الحمص. انا كيعجبني السوف الحمص حمر. دابا شنو كتعرف لي انا ما درتلوش بطاطا وما درتلوش شويه ديال الرز. كيدير عندي في الرز الرز هو كيجي به غزال. انا عمل مرقات كتعصر. اي نديرو بحال نضرفو اللحم. لا لا حق الله لا تسقم تسقم. عاودتي انت مجنين. انا ملي نشوف محمد صار شي حاجه هو ضروري شغل. واش شغل العيالات هو شغل الدراجه راه كاين فرق صراحه. حتى شحال ما كلينا الحمص واخا كنا في البلاد ما كناش ناكلو. شغل العيالات ماشي هو شغل الرجال. بركه بركه صافي صافي خاصنا نزيدو على بركة الله. غير زيد عاوتاني سيد هاد الشليدات ها هما تبارك الله الجديدات وبالصحة والشرفة ناكلو بخير ان شاء الله. لازم كلش غير العين. انا قلت دابا انايا صراحه ولفت الموسم اللي جا الموسم ديال العنب غناكل العنب برا عين الحمد لله برا عين العنب. تبقى بعيده اخي شويه شويه. ودابا جاي عرفتي شنو الموسم داخل الرمان بدا كيدخل ولكن باقي ما بدا كيدخل داك الحمر اللي مزيان عاوتاني ما نطرحش غنطيب ان شاء الله. ديروا فيه العافيه وكلشي مشينا وجينا ايوا على بركه الله الصحه والراحه. وبالنسبه للرجال بغيت نقول لكم تهلاو في عائلاتكم وحاولوا ما امكن يعني تعاونوهم قدر الامكان. كيف كيعاونني السي محمد الشيء اللي كاين وكنفتخر بهذا الشيء هذا. الحمد لله كنفتخر حيت انني كنعاون الزوجه ديالي كنعاونهم في الدار ونطيب وندير اللي درت ما عنديش مشكل عادي جدا. المهم هو التفاهم والتلاحم وداك الحب لان هذا الشيء هذا كيدون المحبه وكيخلي الواحد على تواصل دائما مع الزوجه ديالو. وكنبغي ننصحكم سواء العيالات سواء الرجال حتى مثلا رجالكم اللي مكانش كيعاونوكم حاولوا تدخلوهم للكوزينه غير بالفن. انا صراحه خديت المبادره من عند واحد خالي محمد تحياتي ليه. نهار الحد دائما كان كيجلس من الخدمه يعني كيقيل السيمانه كلها خدام ونهار الحد فاش كيجلس من الخدمه كيعاون يعني العائله ديالو كيدير لهم ارتيكل كيدير في العشيه واحد الحريره والبيض كيدايره تاكل عليها يدير كيدير الطباجن كيدير بزاف ديال الحوايج كيجيو يا سلام. وكان متفاهم مع المرأة ديالو والحمد لله الله يخليهم الصحيحة وتعيطي لهم. واخدينا المبادرة منه على بركة الله بالصحة والراحة. لو صحتكم وراحتكم المهم شاركنا معاكم هنايا ديالنا البسيط واللي أنا نهار دوزو من محمد اللي عاوننا على النهار خصها خلق عقلنا دابا ديما 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 عندو ولفنا نعكزو مابقاش نصاوبو لك. وحنا بساطة وفقراء وما حشرنا مع الفقراء. والفيديو مقبل إن شاء الله بسلام عليكم إن شاء الله يا ربي.